نشاط الأخبار يا رئيس، تحية لكم والسلام عليكم. إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة ليوم الأحد الفاتح نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ويحدد تاريخ 20 سبتمبر للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لمدة 8 أيام. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزيرة الداخلية للجمهورية الإيطالية السيدة لوزيانا لامورغيز. في الذكرى الأولى لاستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رهانات لتعزيز الممارسات الديمقراطية وتأكيد على استقلالية قرار الشعب. وزير التجارة كمال رزيق يكشف عن تحين قائمة المواد والمنتجات المستوردة ويؤكد أخلاقة العمل التجاري. والسجل التجاري المتنقل ينظم السوق الموازية ويتيح للشباب تسويق منتجاتهم. تتابعون أيضا نداء محمد زياد يهز مشاعر الجزائريين، والجارية الوطنية بالمهجر ترسم أجمل صور التضامن والتلاحم. البازان لباس الرجل الترقي، إرث حضاري يروي عبق تاريخ الأهجار.